بعض الاشخاص عم يستغلوا موضوع الزلزال وعم بيطلعوا بقصه جديده ونهفه جديده اللي هي حبوا بعضكم، الدم ما بصير مي، مالكم غير بعض، شلون حبوا بعضنا بالله؟ يعني شو رايك انا وامجد يوسف ناخذ لنا سيلفي؟ ها شو رايك واحد زت له 4-5 آلاف برميل متفجر نوديه على ادلب يقعد مع اهل ادلب ويحبوا بعضهم؟ شلون حبوا بعضكم؟ شو كتل الزلزال امريكا كتله بشار؟ امطر حي بابا عمره 25,000 قذيفه، قطع البشر الاطراف مسوته بحي بابا عمر لليوم، امطر دارية ب10,000 برميل متفجر، شلون حبوا بعضكم؟ فهمني اياها، شلون بدنا نحب بعضنا؟ يوجد اكثر من 1,000,000 معتقل، تم اغتصاب 10,000 النساء. تقبل عمك واختك؟ تقبل ابوك يكون معتقل؟ تقبل اخواتك الثلاثة يكونوا معتقلين ويعطوك هويات بدالهم؟ موت مش اصحاب جرح، مش اصحاب الم. طلعت لي واحد على التيك توك، المعارضة اوسخ من النظام، انت الوسخة، وما اوسخ منك غير اللي ما رباك وضبك، يلي انا ابوك على ابو التيك توك. سكروا عليكم المعابر، ان شاء الله بيسكروا عليك قبرك وبكون نار عليك، لعنة الله على الوجه. نظل نرد على الناس احنا؟ والله تعبتني يا كل يوم اطلع لي هام ترد علي انا؟ روح شوف شغلتك، مش شغلتك كاي تيجي تنظر علينا. روح تفضل في صورهم محمد عدنان هذا اليوتيوبر الرياضي، 600,000 شخص بخيم كلها مي، روح نام معهم تفضل شرف، احنا معك تفضل يا ابو. والله هذول بلموا تبرعات وببكوا، وهذا بيناتهم الشيف عمر ولي على قلبي، ان شاء الله ان شاء الله بيسوت بعضي من تحتي عم يبكي. وينك انت عن مجازر السورية شبكيت؟ طفل الزلزال اغلى من طفل القصف، طفل القصف يموت عادي، شو ينزل برميل على عيلة متفجر، برميل متفجر على عيلة تصير اشلاء، شو يعني عادي؟ اهم شيء الزلزال لانه بيخدم الرمادية يا عيني، ولا هذا اللي طالع يتبوجق ولا يفلي على راسه سلك؟ هذا اليوم بصير قصف عند النظام على المعارضة وعلى الناس وعلى البشر، مش على المعارضة، على البشر، على الابرياء، بلفوا على خصر وبسكت. ورب محمد، ورب محمد ورب الكعبة، انكم كذابين من برا ومن جوا، من برا ومن جوا. لو صادقين تحكوا عن قصف النظام وقتل النظام لملايين السوريين. فلذلك بإذن الله سبحانه وتعالى رب العالمين راح يكشفكم واحد واحد امام كل السوريين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.